اول غموس هنبدا بيه هيكون غموس الفراخ بالكريمه. فعندي هنا فراخ مسلوقه او مشويه، المهم ان احنا شلنا منها الجلد والعظم ونسرناها رفيع. بعد كده عندي بقدونس وكزبره خضراء، جزر، كريمه حامضه، هنا تقدروا تستبدلوها بالزبادي المتصفي من ميته. عندي ملح وفلفل وقرفه، فلفل احمر، الفلفل الاحمر هنا رومي مش حار ومش مش 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 مشوي، لكن تقدروا تشووه لو عايزين، وبيدي طعم حلو قوي قوي للوصفه برضو، وهيديها لون وتسكيره لطيفه جدا في كل الحالات. هاخد كل ده الاول على النار كده اديله تشويحه. انا يا دوبك هشغل النار دلوقتي لان انا عايزه اسخن المكونات كلها مع بعضها، مش عايزه اشوحها ولا اغير لونها. فيا دوبك كده معلقه زيت زيتون على ووك بارده، ويا دوبك فتحنا النار دلوقتي. وبعدين هقوم واخده اول حاجه هتاخد عندي شويه وقت هي الجزر، فهبدا بالجزر. هحط معاه ملح وفلفل، وبعدين هشوحه تشويحه بسيطه لحد ما يبتدي بس يدبل شويه. يا ملك، هنا كده انتوا اكيد سامعين الصوت، بدا الجزر يتكرمل، بدأ يطرى. هبتدي بقى أكمل بقية المقادير. يا أروى، بقدونس وكزبرة أول حاجة، حطينا زيت زيتون وملح وفلفل، حطينا جزر، كزبرة وبقدونس، فلفل رومي أحمر مفروم، رشة لا تسكر من القرفة. هتفرق؟ آه هتفرق. طب مش عايزة أحطها هنا، ممكن نحط كمون، ممكن نحط كزبرة ناشفه، هيمشوا مع الوصفه كويس جدا، مفيش اي مشكله. بواقي الفراخ اللي عندنا، عندي صدر، عندي وركه، عندي نص فرخه، عندي حته فرخه صغيره، اجيبها وانسرها واحطها هنا، كانت مشويه كانت مسلوقه مش هتفرق. هشوحها كويس لحد ما ضيع طعم ان هي مسلوقه او ان هي بايته، يعني عايزه ادخلها في كل الاطعم الفريش الجديده دي، وتبقى وصفه لذيذه جدا جنب الرز. ننزل بالساور كريم او اللبنه او الزبادي او الكريمه زي ما انتوا عايزين. يا ملك، هو مين معايا اعداد في الكنترول؟ طب يعني انت خايفه تتحسدي ولا حاجه ولا ايه؟ ولا هربانه يعني عليكي حكم ولا ايه؟ مساء الخير. هحط بقى المكونات هنا وتكون سخنه علشان تتضرب معايا بسهوله. لو حسيت اني عايزه اضيف نقطه ميه هضيف، يعني ما فيش مشكله. ما حسيتش خلاص. اشغل معاكم على الهوا السمبوسك بالجبنه. شكرا يا بوسبوس.